بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يثمثا أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. كوني جعل ربي ذاذروم يفعل في اللون لهموم وكوني فك ربي السر ذلي سر ثلاثا السر إن شاء الله ينتفغى ميقضى أين ثقذ ميخضى وقذ يمثنث في اللسن يعفو ربي وقذ يهلكن يظنن أثني شفو ربي وقذ يسعن الجهد يسعن ثزمرث إن شاء الله هسني فك ربي ثزمرث انت زمورث أسنتل أن الدرس يثمثن عنوان الدرس لفني بمذان بناء الإنسان. لفني بمذان بناء الإنسان أي مثلا الإنسان يعني فنادم من أفضل الموجودات وين خلق ربي يخلق الجمادات دي الزرع وين يشفان أحجار وما شابه. الجماد له خصائص يسعى لي كاركتيريستيك دازرو ذكال ما نولي شوية ذا ساونا دنا في النبات الحشيش تجور هذه أيضا من خلق الله سعنت خصائص لا يملكها الحجر لا يملكها الجماد. أنا لشوية ذا ساون أدنى ضر في الحيوانات والطيور وغيرها أيضا لها خصائص لا نجدها لا في الجماد ولا في الشجر. ذي الحيوان ذي الضيور تفرفيران الجميع مسخر للإنسان أكوين دي خلق ربي إسخريت سيدي ربي يوم ذان كل شيء مسخر أزرو يتسغوال دمازرو غفنو أخام نغفنو الجامع نغفنو اللوزين يطيع. كذلك ذي الحشيش ذي الطجران ذي الحيوان سبحان الله كل شيء مسخر لهذا الإنسان ولكن بناء الإنسان أصعب من بناء العمران إقوار أكثر باش تفنوض ذمذان أتفنوض أمذان. العمران يلها بدي بنو الجوامع اللوزينات ثمامرين خامن ذين قلهان إقوار أكثر باش تفنوض أمذان. اتفقنا باللي لفني بمذان وريسهيلارا صعب بناء الإنسان صعب. ما هو الإنسان المطلوب؟ هو الإنسان الرسالي الذكي الذي يستثمر أيامه وعمره في تحقيق مقتضيات الاستخلاف في هذه الحياة. خطر نفغار مذان يتشيس ويطس يموت لا كنسينا وين نزيك وما الدنيا إلا طعام وشراب ومنام فإن فاتك هذا فعلى الدنيا السلام. لا ماشي ذا نشتا ولا عمر فنادم والزيل ولا ما غزيف. عمر الإنسان قصير ولو طال بل الحياة كلها قصيرة ولو طالت هي كما قال أحد الحكماء أقصر من أن نقصرها الدونث والزيلث. الشيخ محمد الحسين تفلس يا فوربي نسيت قارن ولاش تصبحي ثور نسايثة مديث
من المدينة ولكي يولواسي كردتا في جريف يفاد الجاريس الجاريس يفكيس ربي الجهد تزمرت فيوغا طبعا فيوغا وسيلة من وسائل الإنتاج اللي عنده فيوغا ما يجوعش أليس كذلك؟ حتى في التشبيه يقول لك ثم طوثي حرزن في فيوغا يشرزن من الأمثال السائرة فالزمر ثلا فيوغا ثلا زريعة ثلا الشيخ موحد حكيم داعية هو يدعو إلى الله بالحكمة كما قال القرآن في سورة النحل في الآية 125 ودعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة إلى آخر الآية إن يسلف لنا مكث الليض لاباس فالزمر ثلا فيوغا ثلا زريعة ثلا أذكر زغ أذرر زغر بسم الله ما شاء الله عنده قدرة باش يحرث في السهول والجبال الشيخ محمد ياس يادرى هذيك الأخيرة كاش ما راهي في البرنامج ولا نو قالوا الأخيرة بعيدة الأخيرة بعيدة جدا تلقى واحد عنده 50 سنة تقول له علاش ما تصليش يقول لك مازال كي نجيب لانتريت وتشوف ندير راتراباج نعوض صلاة عادي ما يفوتش ولكن الدنيا هذه فرص الدونيث مثل آخر سهل وطبعا احنا عارفين باللي كان بزاف اللي ربي يرحمهم ويرحمنا جميعا اللي ماتوا ما داش يعني ولاش يقول مازال 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 جات الموت والموت لا تستأذن كان سينوم ذياز إن صلات في النبي الطاهر نتساو ذفاف الشفاعة فقسط من الموت زي ثوار أشحالي فرذان الساعة إكفغو يغزف لامر لابد دوض الساعة أكان إذا سينا أم ذياز ترجم لمعاني القرآن في مثل قوله تعالى ولكل أجل كتاب أينما تكون يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة إمام الشافعي الله يرضى عليه إنه ومن نزلت بساحته المنايا فلا أرض تقيه ولا سماء وأرض الله واسعة ولكن إذا نزل القضاء ضاق الفضاء الشيخ محمد إن يسيل آخر في الظل تكون شو يعني يستقي مازال أشو ذا سينا سوى وني ثق ذيليث استمسليث الميزان خاطر ثق ذيليث أما كنت حصان ثلاث مسليث لا لونغ اللغة ولكن أيضا الميزان مالكين الفلاني تسمسليث ثق ذيليث معنى ذي الميزان معنى يس ذي الفهمة ذي الحذاقة إلى آخره إن السن ذمي غرثي جديد أديف كربي الصفريت نفسيت ولاش تصبحي ثورنسي ثم ديف ولاش إيض أورنسي ففجريف أتشير زضا ذرالا زغر آلي غريج النشر زيث مهما كانت طاقتك يلا روح حرث حتى السماء معنى وراك رايح معناه إنك تعيش في غفلة وربنا قال في سورة الأعراف في الآية 205 ولا تكن من الغافلين الغفلة واعرة مش كما النسيان النسيان عادي واحد ينسى عادي حتى في الصلاة ممكن واحد ينسى وعندنا كلام مطول في الفقه الإسلامي سجود السهو سجود انتثث معناه يمكن إنسان ينسى عادي ربي قال واذكر ربك إذا نسيت ولكن الغفلة لا لا ربي قال في سورة الأعراف كما سمعت الآية ولا تكن من الغافلين بعد شو ذا سينا خاطر الإنسان كيعطلوا هذه الكلمات باش ينتبه من غفلته
إناس جماك ما يهزيك يعزيك. طبعا من خصائص تقبيلك شو طبا ولا تصل معنا، خير الكلام ما قل ودل، يعني أي الروجر دجاني مزنورة، الكنز الذي خلفه الأجداد كنز له قيمة لا توصف، ذي الروج أورنحفو شو طبا ولا طاس جماش ما يهزيك يعزيك، ما يهزيك يعزيك. باش ينتبه من غفلته الفني بومذان يحواج طاس يفسن أري معوان أكذ ولا غن، تجتمع العقول وتجتمع الأيدي من أجل بناء الإنسان الرسالة. أمشاري اليوم ذنكا أمشاري نفنو أمذان أمزوري البناء الإيماني، خطر ما إلا ورسينا ربي أم بعد عنده تزمرت عنده صحة عنده دراهم عنده شركة أم بعد شحال يعيش 70-80 قرن أم بعد أخي رايح المشكلة ماذا بعد الموت؟ انتهى. غفلة كبيرة بزاف يعاني منها البعض، نسأل الله لهم ولنا الهداية ثبات. البناء الإيماني هو الصح، الدليل ربي قال اهدنا الصراط المستقيم سورة الفاتحة، ربي اهدويا سافريذني قرني مزورة سافريذن السلامة ورثكين داما، أفريذن السلامة ورثكين داما اللي هو صراط الله المستقيم، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. البناء الإيماني هو الأساس، البناء الإيماني. نسلغي الآية أنو غالى سورة البقرة، ينظر ربي سبحانه وتعالى سورة البقرة في آية الكرسي الآية 255 من سورة البقرة، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وقيد الساس يقال سين ربي يون وسنخدم على الشريك يون واحد لا شريك له، وما جاء به النبيون والمرسلون أصل الأصول هو هذا. مثلا سورة الأنبياء الآية 25، ربنا وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي يوحى قراءتان إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، آية واضحة جلية. ربا دي قارن في صلى الله عليه وسلم يكيم شقعا ند شقعا قفليه ومقارن إم والهن انتالسا اللغة القبائلية الفصيحة، إم والهن انتالسا أي هداة البشرية، إناس وقد كيد شقعا قفليه اني غاسن ربي يوان اتيني ميم ذانن ربي يوان. وما ارسلنا من قبلك من رسول الا يوحى اليه انه لا اله الا انا فاعبدون، هذه بسوره الانبياء الايه 25. في سوره البقره 255 الله لا اله الا هو الحي القيوم الى نهايه الايه، بعدها الآية 256 لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، أم بعد فمن يكفر بالطاغوت، هذه الآية تساوي لا إله بلغة الرياضيات والمنطق، فمن يكفر بالطاغوت تساوي لا إله ويؤمن بالله تساوي إلا الله، نفي وإثبات. المدني لا إله نفي،
إلا الله إثبات، لا إله تساوي فمن يكفر بالطاغوت، إلا الله إثبات تساوي ويؤمن بالله، النتيجة فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، إلى آخر الآية 256 من سورة البقرة. ربي الحمد لله، فرينا البناء الإيماني الجانب معنى القلب موصول بالله انتهى. أمذن ذي المؤمن يؤمن سربي وسيارق راه وفريد زرنا مذن في كوال اسيارق وفريد دونيث هذه تقلق، واحد يروح لكاش بلاصه وما راح للعنوان وراح بالجي بي اس وما لقى والو يتقلق، هذه في الدنيا برك، هو اللي تلفلو طريق لربي ما يعرفش ربي، كاين اللي يقول لك نعرف كلش ما يعرفش ربي، واش يعرف فيهم مالا، مشكله كبيره. وما عندناش سيسيون دو راتراباج، الانسان كي يموت بقى على خير ما يوليش. ربي قال في اخر ما انزل عند جماهير العلماء الايه 281 من سوره البقره، واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. اطمئنوا فاذا جربتم مراره الظلم في الدنيا فلا خوف، وهم لا يظلمون. إذا المسألة خطيرة جدا، ثمسة الإيمان أي ثمثان إلى قثقت نفر السهالة، البناء الإيماني هذا مهم جدا. قل آمنت بالله ثم استقم، يفرع أنروح البناء التربوي الجانب التربوي تصرف كاع تسعى غزال ذم قران سالا زادم قرن اما ذي الشرعي اما ذي القبايلي ذي الجديد يرث الشيوين ما الا امذان يمنص ربي ولكن صرف كاع ولاش مشكله. لذلك ربي سبحانه مدي الشكر النبي صلى الله عليه وسلم انس وانك لعلى خلق عظيم، ربي سبحانه يشكر في الاخلاق ينسالين انت في الاحاديث التي كثيره جدا كي يقول مثلا ما من شيء في الميزان اثقل، وليش اشوف ساعه الميزان الزاي الحسنه ثم ام الاخلاق علينا. وفي الحديث الذي خرجه الامام البخاري في الادب المفرد رقم الحديث 273 انما بعثت لأتمم صالح الأخلاق، هذه رواية البخاري رقم الحديث كما سمعتوه 273 في الأدب المفرد ماشي في الصحيح. وكاين رواية أخرى الحديث إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، مكارم الأخلاق صالح الأخلاق باش نفهم سوا ولا كين فين وش فيه صلى الله عليه وسلم باللي اتصرف كاع ساعة مازال ذي ثلث بومذان تصرف كاع تربية. لذلك التربية مهمة الجميع، الأسرة هي المحضن الأساس الذي يزرع هذه القيم التربوية في النشأ توشلت الجامع المجتمع المدرسة كلش الجميع يتعاون على زرع القيم وعلى حراستها. همة نقرني قبيلي همة الجميع مسؤول، ثوشلت ذي الجامع ذي المجتمع ذي المدرسة خط القيم ماشي داين السهلان. وإذا ما كنت لنا بناء الإنسان مرة أخرى أصعب من بناء العمران، وخاصة في هذا الزمن ديال الوقت اللي تسيدير يوعار. والحمد لله الفرح من ولكن المزيان الله يبارك التوبة والطاعة والباقي الله يعينكم.
ديروا الرياضة وقرأوا بلا حدود وعيشوا حياتكم في إطار الحلال بسم الله ما شاء الله ذين صفراعن. ولكن ساغ لساسي جهد ساغ لساسي الصحة. لذلك التربية يثمثن إلى قن معاونة وكفوس دقفوس باش أمذان أذي سعو القيم التربوية التي يعيش معها وتعيش معه وقي يثبت أمام الزلازل والهزات. خطر الدونيث سعى المفاجآت الدونيث ثوار ميلا أمذنقي سعى الإيمان يجهد يسعى ترفقا علينا ما تخافش كالغيث أينما حل نفع أن ديلا غذي ينفع أما غيث الدارثيس أما ذي قذروميس أما ذي العرشيس أما يفغر ثمورث الفراني عادي محصن يسعى الحصنينس ذاري الأمر ليس بالأمر الهين ما إلا في عصة والسلام في حديث آخر رقم الحديث 272 مرة أخرى في الأدب المفرد يناد إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. أنوك حمد في عليه الصلاة والسلام طاسا و أذي قمر ثماس إن شاء الله ذي الجنة إنك وين يسعن تصرف قا علين وين يسعن تصرف قا علين. المسألة صعبة معقدة جدا ولكن إن شاء الله كما قال القرآن في سورة المائدة وتعاونوا على البر والتقوى نتعاون جميعا أفوس دقفوس بتاعكم في الزاين أسفسوس. دائما في المجال التربوي يناير الحمد لله يسدوك لي جزائريا يناير يسعى 10 أبعاد 10 بوذماون يقسى يناير ذيم قرانا 10 بوذماون وذمام زوارو البعد الأول البعد التاريخي والتاريخ أستاذ شاهد صفحات مشرقة لابد أن نحسن قراءتها. من غرم زروه النغ أرغد يفكن فوذ أرغد يفكن السيرم هذه الزو السيرم ذقولون البعد وايض البعد الفلاحي ولا 7 سفرني خدمان إلى آخره يسعى الرمزية ينس باش الظن الحمالة بوكال انتمور ثقولون أنعاميه يون ما يحمل ثمورث أتي يخدم أتي يزرع أتي يخدم ثفلاح الذي أطعمه من جوع وآمنه من خوف. الأمن الغذائي يتحدث عنه الاستراتيجيون يتحدث عنه العلماء يتحدث عنه الجميع مشكلة كبيرة. الأمن الغذائي أنا عميه التفضى فلاح نغثام غار ثم تدقخان مسع شوية بوكلة تزأت الزو شوية بوكل شوية بطاطا شوية بصل فغديوث هذا معنى أغتنم هذه الفرصة باش نقدم رسالة خطيرة. بعض الناس يحبوا الحلول السهلة أكل يقول لك ما نزرع ما نغرس لي سوليسيون فاسيل الربح السريع يقول لك نبنيها باطيمة والكراجات ودراهم وكاتكات ويكاري وتربح باش نزو التجور نوغالا نتزو أبيطون نغرسوا البيطون في بلاصه في الأراضي الفلاحية وهذا خطر. صحيح صدرت قوانين في هذا المجال ولكن نريد بناء الإنسان الزرفي وحديق زوج كلمات باش تشرحها لازم 200 صفحة كلمة هذه الزرف إي وحديق
أنعامه. لماذا تنصرف أذهاننا وقلوبنا إلى الربح السريع؟ قطعة أرض صغيرة 200 متر يدير فيها بطيمة 4-5 إيطاج والمحلات وفتحونا والدراهم يدخلوا والزراعة والفلاحة والزمور والطجور نكوني كفريت ولا كريم وكان أتظن تجور في الزمرين تيمشطاح أكوني فارك ربي أكوني فك ربي الخير ونتي خير أمل حتى تشوف يغرس الشجرة معليش يستفادوا منها الناس اللي يجيو من بعدنا. حنا مؤمنين ما نشوفوش غير رواحنا، شوفوا القدام، غرسوا كلينا نغرسوا باش ياكلوا اللي يجيو. هذا هو الاستخلاف، هذا هو التوريث، هذا هو التواصل بين الاجيال. فكر اشاره ياكي باش المخ النغيله قدس في كازالي وكال. البعد الفلاحي في يناير جلي واضح اذا لم يطيج. وهم البعد التربوي اسعى زردم قران انعامي ترفقا ذوال ذي زيكي قارني مغارن تجديد يقارنك اوال يفنو يتهدو يبني ويهدم اوال يجبر يتروزو يكسر ويجبر اوال يزيزدي يسلوغو اوال يتاود شوال وراني اخام ذي السولة يتاود ثالويث تكناس زالي ووال. كل موجود في تراثنا في حضارتنا في ثقافتنا لا نضيق واسعا. الخير الله يبارك مصادر الخير منابع الخير بسم الله ما شاء الله ساعة تاريخ مشرق مضيء إلى قد أثنغر أدمر فذيس مدى ضطولة في المجتمع همة إلى قبيلي همة معنى هناك حراسة للقيم ثلاث جماع فجماعيث إمغاران في مغارين العقال الصواف الميزان هم زوج حروف سين حروف ترجم لقوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر يعني الأمر بالمعروف ونهي عن المنكر وطبعا النهي عن المنكر أصعب من الأمر بالمعروف. الأمر بالمعروف ما يجيبش مشاكل، ما عندوش عقبات. أمر بالمعروف هذا النهي عن المنكر هما. إذن تبني الضمائر حارسة للقيم يناير يسعى نصار. البعد الفلكي سورة قلاص 1973 يعني الوقت ما لا يسمح هذه إشارات. البعد الطبي البيولوجي العالم الآن يصرخ قال كل الغذاء هو الدمار لجسم الإنسان صحيح اتفقت كلمة العقلاء القوثاجين ثتس إكسان إكشون دي برودوي شيميك ذي المحنة زيك ثمغار تستخدم الزيت ماشي ذي قرعات بلاستيك يطيج لا الزيت ما محال يكون إذ قرعت بلاستيك لا ذا شفيلو ولا ميل المصطلحات النظم وقيثارا إذ قبيلي أين يحفظ الزيت في مكان حافظ حقيقي نعم أرنوية سلا ثمزين إرذن أندا تسيلينت الكوفي ما تشيل قصاشي أخوفي مانيش نقول لازم لا إشارات هذا تاريخ باش نقول أرنو ياسيني غمان تزرت الزيت الماكلة بسم الله ما شاء الله تعطي قوة للصحة لجسد الإنسان ساكن تزمرت الماكلة ثورة إلا من رحم ربي ولكن هذا أمر معلوم لا يحتاج إلى توضيح القوثة جين ثتسي تضرار يسفشلا غي تسوي يغد الهلكات إذن ثغري إرفذن إموسناوان أسقرنا بوهية الأعراض
الى قات غالم بيو ولو كاع الناس يهضروا بيو بيو يعني انه غير تجديد يعني غير هذا البعد موجود في يناير. لذلك هذه الرمزيه والوقت لا يسمح للتفصيل. اذا البعد الفلاحي، البعد التاريخي، البعد التربوي، البعد الاجتماعي، البعد الصحي الطبي البيولوجي، 10 ابعاد اساسيه ادنوها. اذا الانسان الرسالي يحواج باش هذه اللي يسعد صرفك علين اجهدا. الناس البعد الاجتماعي يعني ايش المعيش الاجتماعي؟ البناء الاجتماعي معنى امذان الى يؤهل ليعيش في مجتمعه صالحا نافعا. اكيد اثي تربين دخان باش يغال ذات الراس يغال وين ريح من المذان يتعايش مع الناس. المساله ماشي سهله، تحتاج الى تربيه، تحتاج الى مرافقه، كوتشينغ بين قوسين بالمصطلح الحديث باش المزيان فاهمين. بمعنى باش مذان يندمج في المجتمع. والحمد لله ديننا الحنيف يربي فينا هذه الروح. الجماعة، لذلك صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ ب 27 درجة في رواية، في رواية 25 جزءا، في رواية ضعفا. ثلاث مصطلحات، جزءا، درجة، ضعفا. يعني تظلي في الجماعة تسعى لا جر أكثر بين يظل واحد، بل حتى لو كان يصلي الظهر وحده ولقى جماعة يعاود صلاة مندوب يستحب. كما قال السادة المالكي عنده أربعة، واحدة منهم يا إما فرض يا إما نفل يا إما إكمال جبر أو تفويض في غاية الدقة. أربعة يا إما تسوى صلاة الجماعة ذي الفرض إن الزوار كاين واحد ذي النافلة، يا إما سينا ذي النافلة ثقة الفرض، يا إما أتجبر ضاين يخص إثم زوار ثنية، يا إما تفويض قال تفوض الأمر لربي سبحانه. هكذا قال السادة الفقهاء وهي الأقوال موجودة في المدرسة المالكية لإمام دار الهجرة صاحب الموطأ الله يرحمه. يلا إذا الجماعة، روح الجماعة أتدك أتدفك شرعيث فشرعيث أتصربي ذهنغ روح الجماعة. مثلا سورة المائدة وتعاونوا على البر والتقوى، معاونت يعني فوس دك فوس، أليس كذلك؟ حكم صلاة الجماعة تنسلمس، وشحال الأوامر تأتي للجماعة، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة إلى أهل الجماعة. إذا غادي قبيلي كذا فلا فلا ثقي باش الإنسان يحب الناس ويحب الخير ويتعارفوا. سورة الحجرات الآية 13 وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. بعد المعيار العادل إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هنا وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. إذ قبيل قارن، وهذا أيضا بعد نتاع يناير، الخدمة العمل. ربي قال وقل اعمل ولا لا؟ هاو سورة التوبة الآية 105 الصفحة اليمنى، ربي قال وقل اعملوا. خدمث زوجة الدنيا والآخرة، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. شوف العمل تكررت شحال في آية واحدة، الخدمة الخدمة. إذ قبيل إذ قارن وين يبغان سكسو سوذي واسينين مدنا سيدي إلى قادي الشروثي ذي. يكفى أول وين يبغان سكسو سوذي واسينين مدنا سيدي، معنى يكون عنده القدر في المجتمع. سيدي فلان لا خدام، معنى يحمل الحلال، نايس لا خدام يحمل الخدمة. ذا شو إلى قاذي الشرو فيه، ماشي الحلول السهلة،
بالانترنت وكذا اللي ريزو مش عارف يدخلوا الناس وكاين اللي يدخلوا في بلا ما نقول تلقى كل والله عارف قيل باش نقولها تكلاخ كاع واحد الافكار واحد المخابر تنتج افكار دمار باش تحبب الى الشباب الحلول السهله يقولك تريح في الدار يدخلك دراهم علاه خذ ما حركف العمل النبي عليه الصلاه والسلام اذا شنو كانت تقوم الساعه اذا قامت الساعه وفي يد احدكم فسيله ما كانش كلام مثل هذا على وجه الاطلاق خلاص تقوم الساعه معناه خلاص لا يستفيد لا الاولاد ولا الاحفاد ولا الجيران ولا البشر ولا الطيور ولا البقر ولو قامت الساعه